اداء جيد من النادي الاهلي الشوط الاول ونتيجه طبيعيه، نتيجه استحواذ ونتيجه السيطره على نص الملعب ونتيجه الفرص الضائعه على المرمى. كابتن عادل، شفت ازاي الشوط الاول؟ الشوط الاول سريعا عندنا خساره وايجابيات كتير. خساره اصابه الشناوي طبعا، يعني ان شاء الله تبقى اصابه بسيطه يا رب. الايجابيات الكتير هنبداها بالترتيب. النهارده اتعمل كذا كره طويله في خط في ظهر المدافعين، المدافعين بيرجعوا في وقت ان الكره بتتلعب بيرجعوا بظهرهم كتير، مفيش كور كتير اتلعبت في ظهر المدافعين وهم وقفوا عليها او سابوا ان حد يجري، في حد بيجري مع الكره، ودي نقطه ايجابيه كبدايه، حاجه كويسه. الحاجه الثانيه في محاوله لبناء اللعب، ودي برده حاجه كويسه ما كانتش موجوده قبل كده. كان القرار الاول هو القرار الطويل، ولكن دلوقتي لا، في كوره بتتلعب على الارض وفي محاوله لان انت تبني بهجمه بشكل كويس. هي لسه ما تمتش بشكل كويس جدا، بس في محاوله وده باين وواضح جدا. الحاجه الثانيه ان في ضغط بعد فقد الكره، في بيحاول يساعد الكره بسرعه، دي نقطه برده ايجابيه. النقطتين بقى الايجابيين اكتر، نقطتين مهمين جدا بالكهرباء. بدايه كهرباء بيقدم مباراه كبيره جدا، سببها ان علي معلول مش موجود، عشان برضو نبقى برضو نقطه مهمه جدا. علي معلول بقى محتاج حد هو اللي يبقى مفتاح اللعب بتاعه، هو اللي يسنده، هو اللي يطلع عليه على طول، فده مع كهربا شويه هياخد من كهربا. وجود كهربا فنيا عالي كمان، ان بدا هو اللي هيشيل رمضان. كهربا قبل كده كان وجوده، كان مع وجود رمضان كان بيبقى بديل او بيلعب ناحيه اليمين. اعتقد كهربا هياخد بقى حاسس المسؤوليه ان هو اللي بيشيل دلوقتي، فهتلاقي رتم مختلف لكهربا، وده اللي بان النهارده ان لعيب عنده شخصيه، لعيب هو اللي هيشيل، فبالتالي هو بيداك مردود كويس. النقطه الثانيه نقطه الشحات، شحات بيعرف يلعب من جوه كويس، خلق كذا فرصه، خلق كذا مساحه تمرير كويس، بيعمل رؤيه للعيبه بشكل كويس جدا، ودي حاجه برده من الحاجات الايجابيه اللي احنا المفروض نشتغل عليها الفتره الجايه. دي الحاجات الايجابيه بالنسبه لي. اللعب السريع برده مهم، حاجه كويسه صحيح. جدا، ولكن لسه ترتيب ما بعد اللعب السريع انك مزبوط. تنهي بشكل كويس، هو ده اللي فاضل. مظبوط. كابتن هاني، تقييمك الشوط الاول بصفه عامه؟ والله يا كابتن، النهارده في حاجات كتير كويسه. النهارده يعني اول الشوط الاول لاحظنا ان في تسديد كتير على المرمى تقريبا كده. الراجل منبه على اللعيبه ان هو لازم يبقى في تسديد من بره ال 18 كتير. شفنا حوالي 5 أو 6 تسديدات من 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 كذا لاعب في النادي الاهلي. الحاجه الثانيه النهارده ان في ضغط عالي بيعملوه اللعيبه كويس قوي، وعدم اعطاء الخصم مساحه ان انت تستلم كويس، فده حاجه برده ما كناش شايفينها في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. النادي الاهلي كان بيسيب الفرقه اللي قدامه تستلم وتستحوذ وبعد كده يبداوا يضغطوا عليه. لكن مجمل الشوط بدا سريع، لكن مع مع يعني مع مرور الوقت الماتش بدا يبقى فيه هدوء شويه. لكن كهربا، وانا شايف ان كهربا والشحات النهارده يعني عاملين شغل كويس. النهارده بيتحركوا كتير جدا، بيفتحوا لنفسهم مساحات ان هم يقدروا يشتغلوا مع بادجي ومع قفشه. خط الظهر النهارده تقريبا ما فيش حاجه راحت على النادي الاهلي خالص، لكن طبعا اصابه الشناوي النهارده يعني انا مش عارف، انا حذرت قبل الماتش واتكلمت فيها وقلت برضو لسيرو التحليل اللي فات ان الشناوي كان لازم ياخد راحه، فتقريبا كده ما خدش راحه كافيه. فطبعا ربنا يستر النهارده ويكون الاصابه حاجه بسيطه، يا رب تكون حاجه بسيطه، لان الشناوي يكون الشناوي طبعا من العناصر الاساسيه في الفرقه، ويعني ولازم يبقى فيه برضو بديل للشناوي. يعني الشناوي كويس كل حاجه، بس لكن لازم علي لطفي لازم يجهز كويس جدا. وارد ان يحصل ظرف زي دوت في مباراه الوداد او في مباراه النهائي ان شاء الله لما نصعد باذن الله، فلازم يبقى فيه بديل كفء ويقدر ان هو يسد الفراغ لو الشناوي لا قدر الله ما قدرش ان هو يبقى موجود. فاتمنى طبعا من بعض اللعيبه برضو اللي هي بتلعب بقالها فتره كبيره، لازم برضو يبقى انت لعيب عندك خبره ان انت يعني تحافظ ان انت تطلع من الماتش بدون خساره. انت كده حاسم الدوري يا كابتن ايمن، كده كده الدوري بالنسبه لك منتهي، فلازم تحافظ على نفسك على قد ما تقدر. ولازم يعني تبقى لعيب صايع ان انت في حاجات كوره مثلا ممكن تحس ان انت هتعور فيها، هيجي لك فيها كرامب، هيجي لك فيها حاجه، فلازم انت تبقى انت دكتور نفسك، عارف امتى الحركه دي هتعورك او مثلا هيجي لك فيها اصابه وامتى لا. فلازم يبقى في حرص من اللعيبه الفتره اللي جايه، ولازم ويا ريت اتمنى من الراجل برده ان هو يدي الراحه للناس اللي هي بتلعب باستمرار على اساس ان هي ان شاء الله تبقى جاهزه للماتش الوداد باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، اتكلمنا عن نادي الاهلي، ايه رايك في اداء المقاولين الشوط الاول؟ اداء اقل متوسط، ما فيش حاجه بيعملوها خالص في الملعب. صحيح، حتى الكلمه فيه قبل الاستوديو ايمن ان هو ممكن يقفل المساحات في نص الملعب، نقطه تفوق النادي الاهلي. نادي النهارده الاهلي نقطه تفوقه عامل بيها الشكل اللي اتكلم عليه عادل وهاني نص الملعب. في حاجه النهارده بسرعه بس كده، حاجه النهارده الملحوظه قوي، ما اعرفش مسلماني هو الاهلي ولا لا، لكن ما اعرفش، لكن في حريه حركه لكهربا وحسين الشحات
بيخش اقل الملعب كتير جدا سايبين الطرف لمحمد هاني، يمكن حسين الشحات دايما سايب المكان ده لهاني. كهربا لو جبت ملخص كده الشوط الاول كله يا ايمن غالبا مرتين ثلاثه بس يروح على الخط، لكن كل لاعب من جوه عشان كده بينزل بيبقى دايما بيستلم لوحده. واضح ان مستر موسيماني بيحب ان هو دايما مش عايز خطوط، هو عايز دايما حد في النص فاضي. وكلنا اجتمعنا ان محمد مجدي لازم مكانه. محمد مجدي النهارده اكتر واحد لمس الكره في الشوط الاول، واكتر واحد عامل لك خطوره، واكتر عامل لك شكل، هو ده طريقه لعب النادي الاهلي المحببه. بس مش عايز اقيس على المقاولين، المقاولين 48 دقيقه ما فيش حاجه اسمها مقاولين، ولا دفاعيا ولا هجوميا ومساحات وحاجات صحيح. كتير قوي غلط النهارده صحيح. وبيعتمد على الكره المعتاده اللي هو بيلعب بيها وبيكسب بيها الكره الطويله او المرتده. واضح ان لعيبه النادي الاهلي عندهم فكره على الموضوع ده كويس. كابتن محمد، النادي الاهلي هيواصل بنفس الاسلوب والسيطره على مجريات الامور الشوط الثاني، وهل هنشوف تغييرات مبكره ولا لا؟ لا، هيواصل طبعا على نفس المستوى، لانه عنده الحته البدنيه اولا متفوقه، عنده تميز في الحته البدنيه، عنده ايضا الدافع والحافز زي ما قلنا ان موسيماني طبعا جديد داخلين على ماتش الوداد، كل لعيب عايز ينال شرف التواجد في مباراه الوداد، وبالتالي هيبقى فيه رغبه قويه جدا. بالاضافه كمان ان 1-0 نتيجه ما تطمنش، نتيجه ما تطمنش، فيبقى فيه دافع برضو ان لعيبه الاهلي يستكملوا الاداء. زي ما احنا شفنا المقاولين بعيد خالص عن مستواه، الاهلي عنده الدافع، عنده السرعات، عنده الانقضاض كمان اقوى. اللي مطلوب بس ممكن من اليو بادجي شويه تحركات شويه اكتر من كده، لانه يعني حاسس ان هو في مفيش تحرك، مفيش خلق مساحات للناس. برضو اللي هيميز النادي الاهلي الشوط الثاني تغييرات، عنده اربع تغييرات انا شايف انه ممكن يشتغل بيهم بشكل كويس قوي، اذا كان وليد سليمان، صالح جمعه، واليو ديانج، وممكن يدفع بيه مروان. حد لا، انا وجهه نظري ان يدفع بحد من العناصر الصغيره. يعني عندك محمد فخري وعربي بدر ومحمد شكري، عايزين نشوف حد من الولاد الصغيرين ندفع بيه، خصوصا لو الشوط الثاني حصل تفوق في النتيجه يعني. باذن الله رب العالمين، كل التوفيق للنادي الاهلي. نواصل حديثنا مع نجومنا الكبار بعد نهايه المباراه، ارجوكم انتظرونا.